المحاضرة الثانية بعنوان Functions أو البرامج الفرعية. الفانكشن هي مجموعة من الإعازات والجمل البرمجية تستخدم لتنفيذ مهمة معينة. مثلاً نكتب برنامج فرعي لحساب مساحة دائرة أو برنامج فرعي آخر لحساب الجذر التربيعي أو Square Root، أو نكتب برنامج فرعي لحساب حجم أسطوانة إلى آخره. فيمكن للمبرمج كتابة البرنامج الفرعي الذي يحتاجه بلغة C++ بالإضافة طبعا إلى البرامج الفرعية الجاهزة الموجودة في اللغة، لأن اللغة عندما تأتي أيضا يأتي معها مجموعة من البرامج الفرعية الجاهزة. فالسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا نستخدم البرامج الفرعية؟ هل لها فوائد؟ الجواب نعم، البرامج الفرعية مفيدة للأسباب التالية. أولاً، يمكن إعادة استخدام البرنامج الفرعي أكثر من مرة في البرنامج الرئيسي وفي أكثر من مكان. ثانياً، يمكن بسهولة اختبار أي من الدوال على انفراد. ثالثاً، إذا كان هناك حاجة لإجراء تغييرات في البرنامج، فيمكن للمبرمج إجراء التغييرات داخل البرامج الفرعية دون الحاجة لتغيير البرنامج بالكامل. أربعة، يمكن استخدام نفس الفانكشن أو نفس البرنامج الفرعي بإدخالات مختلفة. ملاحظة مهمة، كل برنامج بلغة C++ يحوي على الأقل فانكشن واحدة وهي المين فانكشن أو دالة البرنامج الرئيسي التي نميزها من خلال كلمة main، هذه الكلمة المحجوزة والقوسين الدائريين، فهذه تسمى دالة البرنامج الرئيسي. نأتي الآن إلى ما يسمى بالـ Return Type. كما نعلم أن شكل دالة البرنامج الرئيسي في لغة C++ هو هذا int أي integer، ثم كلمة main الكلمة المحجوزة، ثم القوسين الدائريين، ثم البيجين والاند، وداخل البيجين والاند سيكون محتويات البرنامج الرئيسي. فالريتيرن تايب للمين هي نوع القيمة المرجعة انتجر هنا في هذه الحالة، أي نوع القيمة التي سيرجعها البرنامج الفرعي إلى البرنامج الرئيسي. في المثال هذا، في مثال المين بروجرام، النوع هو انتجر، أي سيرجع قيمة انتجر. بعض الأحيان البرنامج الفرعي يقوم بعمليات محددة ولا يرجع قيمة، عند ذلك يكون نوع القيمة المرجعة void، هذه الكلمة void، وهي أيضا كلمة محجوزة في لغة C++، وهي نوع من أنواع البيانات والتي تعني بدون قيمة. نأتي الآن إلى عملية تعريف وكتابة الدوال أو البرامج الفرعية بلغة C++. كيفية تعريف أو كتابة الدوال أو البرامج الفرعية؟ نأتي أولاً إلى الصيغة اللغوية الصحيحة لكتابة الفانكشن أو لكتابة البرنامج الفرعي هي التالي. أولاً، أول ما نكتب هو الـ Return Type، أي نوع القيمة التي سيرجعها البرنامج الفرعي، ثم اسم البرنامج الفرعي، اسم الفانكشن، ثم أقواس دائرية، ثم البارامتر ليست اللي هي قائمة الإدخالات للبرنامج الفرعي، لأن البرنامج الفرعي عندما يستدعى يتم إرسال قيم له تسمى Actual Parameters أو Argument. طبعا كل قيمة يجب أن يكون لها نوع واسم كما سنرى في الأمثلة. ثم بعد ذلك begin يكون لدينا، وend هنا يكون لدينا body of the function، أي هيكل البرنامج الفرعي الذي سيقوم بالمهمة المطلوبة. ملاحظة، الparameters هي اختيارية، أي يمكن أن نكتب برنامجا فرعيا بدون parameters. مثلا
يمكن أن نكتب برنامج فرعي لا يرجع قيمة ولا يستلم إدخالات، فقط يقوم بطباعة عبارة على الشاشة كما في المثال التالي. هذه الدالة اسمها print something، نوع القيمة التي سترجعها void أي لا ترجع قيمة إلى البرنامج الرئيسي. ونلاحظ أن الأقواس للبارامتر ستكون فارغة أي لا تستلم أي إدخالات، فقط تقوم بطباعة عبارة hi there على الشاشة بين البيجين والإند، أي سيكون فقط هذا الإعاز. فهذه هذه الدالة ممكن أن نستدعيها في البرنامج الرئيسي بالصيغة التالية، أي أن البرنامج الفرعي يجب أن يكتب قبل البرنامج الرئيسي، ثم بعد ذلك يتم استدعاؤه داخل البرنامج الرئيسي. مثال: هذه الدالة التي تم كتابتها في هذا المكان يمكن استدعاؤها بالطريقة التالية داخل المين بروجرام، وذلك بذكر اسم الدالة بالضبط وثم الأقواس ثم سيمي كولون. فعند تنفيذ هذا البرنامج سيأتي تنفيذي إلى هذه النقطة، سيرى أنه هناك دالة أو برنامج فرعي، فسيقفز التنفيذ إلى ذلك البرنامج الفرعي، ثم يقوم بتنفيذ محتويات ذلك البرنامج الفرعي، ثم يرجع إلى البرنامج الرئيسي. فملاحظة مهمة، وهي أن البرنامج الفرعي لا يمكن أن ينفذ بدون استدعاء، أي يجب أن يكتب أولاً ثم يتم استدعاؤه لكي يتنفذ. فإذا عندما نحتاج إلى برنامج فرعي يجب أن نكتبه أولاً ثم نستدعيه لكي يقوم بالمهمة المطلوبة. طريقة الاستدعاء تكون بذكر اسم البرنامج الفرعي كما رأينا هنا، وإعطائه الإدخالات التي يحتاجها إذا كان هناك حاجة إلى إدخالات. فلو وضعنا المثال السابق في برنامج فسيكون البرنامج كالتالي: أولاً نكتب الدالة هذه أو البرنامج الفرعي الذي تم تسميته print something، سيقوم بطباعة هذه العبارة على الشاشة، والمين بروجرام هو هذا المين بروجرام أو المين فانكشن، سيتم استدعاء دالة print something في هذا الموقع. فلو عملنا compilation الآن ثم بعد ذلك نفذنا هذا البرنامج، سنلاحظ بأنه تم استدعاء البرنامج الفرعي وكتابة العبارة هذه hi there في داخل البرنامج الفرعي، وانتهى البرنامج. فعادة توضع البرامج الفرعية قبل المين، لكن يمكن بعض الأحيان كتابتها يمكن وضعها بعد المين بروجرام، ولكن يجب كتابة ما يسمى بالفونكشن بروتوتايب قبل المين كما في هذا المثال. فهذه دالة print something لو حبينا أنه نكتبها بعد المين بروجرام نكتبها بشكل طبيعي، لكن فقط نأخذ هذا الهيدر اللي هو رأس الفونكشن ونستنسخه قبل المين بروجرام ونضع سيمي كولون، أي سيكون هناك تبليغ بأنه هناك دالة أو برنامج فرعي موجود في داخل الملف هذا، موجود بعد المين، بعد المين بروجرام، وسينفذ بشكل طبيعي. يمكن استخدام هذه الطريقة مثلا في حال كون البرنامج مقسم على أكثر من ملف وبعض الدوال مثلا في ملف آخر. طيب، نأتي الآن إلى ما يسمى بالفانكشن بارامترز. قلنا بأنه البارامترز هي سلسلة الإدخالات للبرنامج الفرعي، ويجب أن تكون لكل واحد منها نوع واسم ويفصل بينهم بالفارزة. مثال بسيط: نأخذ دالة print something نحولها إلى طباعة قيمة عدد صحيح ليستلمها البرنامج الفرعي كما في المثال التالي.
كما في المثال التالي. المثال هذا print something حول تم تحويله بحيث يستقبل قيمة صحيحة integer متغير سيكون اسمه x ويقوم بطباعة ذلك المتغير. مثلا الآن إذا تم عمل compilation لهذا البرنامج وتنفيذه سيعطينا القيمة التي تم إرسالها من البرنامج الرئيسي. نلاحظ أنه هذه الدالة أو هذا البرنامج الفرعي print something تم إعطاؤه قيمة صحيحة مباشرة كإدخال للبرنامج. هذه 66 سيتم تعويضها داخل البرنامج الفرعي على أنها x، ثم ال x سيتم طباعته في جملة cout هنا وسيطبع القيمة المعطاة من البرنامج الرئيسي. زين، إذ لو غيرنا هذه القيمة مثلا إلى 88 الآن ثم نعمل compilation ثم ننفذ البرنامج سيعطينا القيمة الجديدة. فهذه الفانكشن تستقبل بارامتر واحد من نوع integer كما نلاحظ وتطبع قيمته على الشاشة، والمتغير المستلم اللي هو x يسمى formal parameter، يتم معاملته على أنه متغير تم تعريفه داخل الفانكشن، أي كأنه تم تعريف x داخل الفانكشن. يتم تكوين تلك المتغيرات حال الدخول إلى ذلك البرنامج الفرعي، ويتم تدميرها عند الانتهاء من ذلك البرنامج الفرعي، أي local variables أو المتغيرات المحلية التي يتم تعريفها داخل البرنامج الفرعي. هذه المتغيرات يتم حجز موقع لها في الذاكرة حال الدخول إلى البرنامج الفرعي، ثم يتم تدمير هذه المتغيرات عند الانتهاء من ذلك البرنامج الفرعي. نلاحظ أن القيمة التي تم إرسالها إلى الفانكشن تم التعامل معها في هذا البرنامج على أنها x. يمكن إرسال قيم مختلفة إلى نفس الفانكشن كما لاحظنا. نأتي الآن إلى مثال آخر يقوم بوظيفة أخرى، مثلا يقوم بمضاعفة العدد. يستلم متغير من نوع integer ثم يقوم بمضاعفة ذلك الرقم ثم يرجع الناتج إلى البرنامج الرئيسي كما في المثال التالي. فالبرنامج الفرعي تم تسميته times2، يستلم متغير من نوع integer تم تسميته x، ويرجع أيضا قيمة من نوع integer. هذه الانتجر المكتوبة هنا أي هذه تمثل القيمة المرجعة، نوع القيمة المرجعة من هذا البرنامج. فيستلم متغير من نوع integer ثم يقوم بمضاعفة ذلك الرقم أو ذلك العدد بضربه في 2 ثم يرجع بواسطة جملة return يرجع الناتج. طيب، طريقة الاستدعاء ستكون بالشكل التالي. داخل المين بروجرام تم تعريف متغير من نوع integer تم تسميته n وإعطائه القيمة 7 مثلا، ثم تم استدعاء دالة times2 هذه بإرسال المتغير n لها، وتم استدعاء هذه الدالة داخل جملة cout. طيب خلي نجي نعمل compilation ثم نقوم بعملية تنفيذ الدالة هذه أو تنفيذ البرنامج بشكل كامل. نلاحظ أنه تم استدعاء الدالة وتم طباعة ضعف العدد 7 اللي هو 14. نطبق البرنامج على رقم آخر مثلا 60، نعمل compilation ثم ننفذ البرنامج. نلاحظ أنه أعطانا ضعف الستين اللي هي 120. هذه الدالة ببساطة تستلم متغير من نوع integer وترجع ضعف القيمة المستلمة أي الضرب في 2. نأتي الآن إلى موضوع مهم آخر وهو
functions with multiple parameters أي الدوال التي تستلم عدد من الإدخالات أو عدد من المتغيرات فيمكن إرسال أي عدد من المتغيرات إلى الفانكشن وذلك بالفصل بينهم بواسطة الفارزة ويجب أن يكون لكل متغير نوع مثال مثلا نكتب برنامج فرعي يقوم بجمع أي متغيرين يتم إرسالهم مثلا X و Y بالحقيقة في هذه الحالة يجب إعطاء نوع المتغير X ونوع المتغير Y على حدة أي integer X ثم فارزة ثم integer Y نلاحظ البرنامج بعد كتابته بصورة كاملة سيكون بالصيغة التالية اسم الفانكشن أو اسم البرنامج الفرعي add numbers يستلم متغيرين من نوع integer الأول اسمه x والثاني اسمه y والقيمة التي سيرجعها أيضا من نوع integer ولهذا تم كتابة integer في هذه النقطة نعرف متغير داخل الفانكشن local variable تم تسميته x والx وظيفته أنه يستلم مجموع الx والy ثم نقوم بإرجاع النتيجة باستخدام جملة return return للمتغير الذي استلم النتيجة اللي هو result فreturn result طيب في البرنامج الرئيسي كيف يتم الاستدعاء؟ عرفنا متغير تم تسميته y مثلا يمكن تسمية المتغير هذا أي اسم آخر خلينا نسمينه m مثلا زين وتم استدعاء هذه الدالة اللي هي add numbers وتم إعطائها القيمتين 22 و 44 لكي تقوم بجمع هذين الرقمين والناتج سيرجع إلى المتغير m ثم نقوم بطباعة المتغير m بواسطة جملة cout ببساطة فنعمل compilation الآن ثم ننفذ البرنامج نلاحظ أن البرنامج تم تنفيذه واستدعاء الدالة اللي هي add numbers التي جمعت الرقمين 22 و 44 وأعطتني الناتج 66 ممكن أيضا نعرف متغيرات مثلا A و B ونعطي قيم مختلفة لل A مثلا 30 وبي مثلا نعطيها قيمة 40 وبدل ما نعطي قيم صريحة للدالة عند الاستدعاء نعطيها متغيرات مثلا هنا اي وبي نعمل compilation ثم ننفذ البرنامج نلاحظ أنه أيضا تم استدعاء الفانكشن بنفس الطريقة وإعطاء الناتج بصورة صحيحة فإذا يمكن إعطاء قيم مباشرة للفانكشن عند الاستدعاء أو يمكن إعطائها متغيرات هناك بعض الأمثلة موجودة في الصفحة السادسة من المحاضرة والصفحة السابعة أيضا سنأخذ نحن مثال لكتابة برنامج فرعي لحساب مساحة مستطيل من خلال إدخال الأبعاد من لوحة المفاتيح فالبرنامج الرئيسي سيكون بالشكل التالي تم تعريف متغيرين L و W L للLength لطول المستطيل والW للWidth اللي هي عرض المستطيل وتم تعريف متغير للArea أو المساحة الدالة أو البرنامج الفرعي الفانكشن التي ستقوم بعملية حساب مساحة المستطيل تم تسميتها RectArea وتم كتابتها في هذه المنطقة
تستلم متغيرين من نوع انتجر اللي هي من الاكس والواي اللذان سيمثلان الطول والعرض للمستطيل، والدالة ستراجع أيضا قيمة من نوع انتجر، لأنه كما نعرف بأنه مساحة المستطيل هي حاصل ضرب الطول في العرض اللي هي length في الويدث. فنعرف متغير مثلا داخلي local variable تم تسميته ريس أو result. الريس هو فقط سيكون حاصل ضرب الطول في العرض اللي يمثل هنا x والy. فحاصل ضرب x والy اللي هي الطول في العرض، الناتج سيكون في result، ثم نعمل return للresult. جعلنا البرنامج بشكل عام يعمل بصورة عامة على أي length وعلى أي width، ولهذا تم قراءة length من الكيبورد وكذلك width، ثم نستدعي دالة الريكت على length والwidth هذه، ويرجع البرنامج الفرعي الناتج في متغير تم تسميته area، ثم نطبع الناتج. لننفذ هذا البرنامج نعمل compilation أولا ثم ننفذ البرنامج. مثلا الطول 5 والعرض 7، فيكون البرنامج يعطيني the area equals 35 اللي هي حاصل ضرب الطول في العرض. ننفذ مرة أخرى على قيم مختلفة، مثلا 12 في 8، فيعطيني ال area تساوي 96. هذا كل ما يخص البرامج الفرعية لهذه المحاضرة. شكرا جزيلا.